تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحده سكنيه، وفي اطار توجيهات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعه لجهود الحكومه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة بتوزيع شقق مشروع الحجيات الإسكاني على المواطنين. وأضاف وزير الإسكان أن إجراءات التوزيع أعقبها إجراء انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من أصحاب الشقق للقيام بدورهم الذي حدده قرار الإسكان رقم 188 للعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، مشيرا إلى أن خطوة تأسيس اتحاد في كل عمارة تهدف إلى تنظيم حقوق القاطنين بناء على الأطر القانونية التي حددها القرار. وأكد المهندس الحمر على هامش إجراءات توزيع المشروع على المواطنين أن الوزارة ستستمر في استقبال المواطنين المستفيدين على دفعات متتالية خلال يومين، مشيرا إلى أن برنامج التوزيع يسير وفق الجدول الزمني المخصص له.